أنه ستبدأ الحرب وستبدأ وسيبدأ الكلام. وبدأ مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد بدأ بعض أهل المنبر وبعض الخطباء وبعض الجهلة وبعض العوام وبعض المتلبسين بالعمامة البيضاء والسوداء، ويا ليت أنهم كانوا يتعلموا مني المنهج العلمي، يقولون هذا الذي يقوله يرد عليه. أما لغة الإقصاء وإضلال وتضليل وتكفير وخروج عن المذهب وعزائي، هذه لغة العاجزين، لغة الجاهلين، لغة المغرضين، لغة المرضى واقعا. وإلا بإمكانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النجف، عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله، أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. لا، إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي، تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا يعني ما التفت السيد الخوئي؟ أقول عزيزي هذا بحث علمي، البحث العلمي شيء ولا